يا مرحبا يا مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدنا نحكي عن فيديو، بس لغير اللغة هون. بدنا نحكي عن فيديو وصلني، عن تعليق وصلني على في ما عرفت احكي. تعليق وصلني على فيديو كنا ناشرينه زمان. الفيديو هو ايجابيات وسلبيات الموبايل والانترنت. فيديو كان مهم، حكينا فيها كتير تفاصيل، ممكن ترجعوا له، عدلنا عليه. يعني واحدة من الفيديوهات المهمة. طبعا هون في موضوع كمان ناشرينه، اللي رسالة إلى صديق تخبره عن مطعم كمان اللي مهتم. تعليق اللي إجانا بيقول: مرحبا، هذا إجانا امبارح. مرحبا، ممكن تكتب موضوع عن صديق راح ينتقل لنفس منطقتك وتعطي بعض النصائح والخطوات قبل ما ينتقل، وتحكي عن تجربتك لما نقلت. شكرا، شكرا لك على التعليق. فبدنا نبعث رسالة، نبعت رسالة ولا لا؟ ممكن تكتب موضوع عن صديق رح ينتقل. ما في داعي تكتب رسالة، بدك تحكي عن صديق رح ينتقل على نفس منطقتك وتعطيه بعض النصائح والخطوات. إذا بدك تعطيه بعض النصائح والخطوات فإجباري بدها تكون رسالة، لأنك عم تخاطب صديق. أما إذا بتكتب بس عن صديق رح ينتقل لنفس منطقتك، فممكن تكتب يعني بصيغة عادية بدون رسالة، بس إذا حتعطيه نصائح وخطوات فإجباري بدها تكون بصيغة رسالة، وإلا كيف أنت بدك تعطيه نصائح وخطوات؟ طبعا ما في تفاصيل كثيرة، مانو كاتب لي أي مستوى، مانو كاتب إذا رسالة ولا لا، مانو كاتب الصيغة اللي لازم أكتب فيها بالسويدية، فتفاصيل كثير ناقصتني. فبفترض إنه هي رسالة لصديق بده ينتقل على منطقتك، مثل كأنه عم يسألك إنه كيف المنطقة وأنت بدك تخبره عن المنطقة وتعطيه نصائح. أنا هذا اللي فهمته. فحنكتب هيك موضوع ما بعرف إذا هذا هو الموضوع المطلوب ولا لا. طبعا الرسائل كتبنا كثير رسائل بالقناة، يمكن صار في عنا أكثر من 10 مواضيع عن الرسائل، فطريقة الرسالة صارت كثير واضحة بالنسبة لإلكم وكيف بنبلشها. فالموضوع لازم ما ياخذ معنا كثير وقت انه نفكر بهالامور. يعني كبداية، السلام والاسم، اشارة تعجب، الحرف كبير اول شيء، طريقة الرسالة كيف بتكون، البداية كيف مثلا لازم تبلش. مثلا فينك تقول: اني سمعت انك حتنتقل. يا هورد ات دوس كاف ليتا سنار تيل مساء أن ستات سويا تنكر يا تنكر أت دوكان فليتا تيل مين ستاد أو تيل ستادين سمي بور إي. فينك تقول يعني انه انا سمعت انك انت بدك تنتقل لهيك، او قد كان فارا برا، او قد كان فارا روليكت ادو ادك اد مثلا. في نقول هون قد كان فارا روليكت فور اوس ام دو فليتر تيل مين ستاد. يعني ممكن هيك تكون مقدمة، انه انا سمعت بدك تنتقل، ففكرت انه اذا بيكون من الممتع لنا احنا الاثنين اذا انت بتنتقل لمدينتي. فاول شيء مثلا لازم شو مثلا مين ستاد في مدينتي، مثلا فينس دي سوم مون اف رير اوك ريستورانجر. من دن رنت سوستور ستاد. نقطة، انه في مدينتي يوجد كثير من الاماكن والمحلات والمطاعم، ولكن ليست بالمدينة الكبيرة. مثلا مانيشور صنبوهار أرفل ديت سنين أوك لاجن هيتر أر سو برا ميم إن باسان دي بريس.
البيو الشقق جيدة مع سعر مناسب. مثلا كمان فينا نقول شغلة إيجابية، أو شغلة مثلا نصائح، أو مثلا أم دو فيل يوبا، مثلا أم دو فيل يوبا صمم، أم دو فيل يوبا صمم. لنفترض مثلا شو ممكن، انه اذا انت بدك تشتغل لازم نقول مثلا سلبية وحدة، مثلا انه اذا كنت تشتغل شغلة فلانية فمن الصعب تلاقي هيك شغلة، ممكن تلاقي شغل تاني، او ممكن تدور على شغل تاني. او مثلا فينا نقول ام دو فيل ستوديرا، ام دو فيل مثلا ام دو فيل ستوديرا ارلي تيسفورد، ام دو فيل ستوديرا ارلي تيسفورد فور داي فور ات ديفينس انت سومونغا سكولور هار ودو مست ستوديرا بو ديستانس. مثلا ام دو فيل ستوديرا ار دي وورد هار افتر شام ديفينس انت سو مونغاس كولور من دكان يورا دي بوديس تانس. مثلا حكينا إيجابيتين هون، وهي حكينا سلبية واحدة. فهلا فينا ننهي الموضوع. طب إذا في شي تاني عن صديق رح ينتقل لنفس منطقتك، تعطيه بعض النصائح والخطوات قبل ما ينتقل وتحكي عن تجربتك. فمثلا أعطيته أنا بعض النصائح، هلأ مثلا بدنا نحكي عن تجربتي، وبدنا نحكي مثلا عن الخطوات. الخطوات فينا نقول إنه آخر شي مثلا بقول له إذا أنت حابب تنتقل أنا ممكن ساعدك، هي ممكن. بس عن تجربتي مثلا فيني أقول يا تريفز هار مثلا for a defense out some your be over or ya kundes kop or ya kunde ha kum pisar har so نبت. مثلا ام دو ار انترسيرد ات ليتل تيل مين ستاف كان يوغ يلب داي at hita in bra lagin hit ها. إذا أنت كنت مهتم بأنك تنتقل لمدينتي، أستطيع أنا مساعدتك لأن تجد شقة مناسبة هنا. طبعا لما بنبلش بجملة فرعية لازم نبلش بجملة تانية بفيرب، وبعدين ببلش بسوبجكت. هاي حكيت عنها بكتير فيديوهات، ما بعرف إذا أنتم اذا انتم يعني شفتوا الفيديوهات الماضيه. هل هيك ممكن يكون نهينا الفيديو؟ اذا انت مهتم بالنقل لعندي فانا ممكن ساعدك بالنقل. فاخر شيء فينا نقول مثلا كرام، مثلا وهون مثلا نكتب اسمنا، مثلا خلينا نقول الاسم اللي انتم بدكم اياه، طبعا مو كله حروف كبيره هيك، او مثلا اي اسم بدكم اياه، بس انه فيكم تنهوا رساله هيك. هاي خاتمه، هاي تجربتي، هاي سلبية، هاي إيجابيتين، وهاي مقدمة، وهاي كيف نبلش الرسالة، وهيك بنختم الرسالة. فعندنا كل شروط الرسالة. ممكن الموضوع يتكبر ويتصغر حسب رغبتكم، بس صار الموضوع 123 كلمة، مناسب جدا لطلاب السي والدي، بس طلاب البي ممكن ينقصوا شوي منه. فبالنسبة لطلاب البي إذا أنت طالب بي بظن يعني الموضوع ممكن يكون كبير شوي صغير عليك، بس يعني مناسب جدا إذا كتبته مثل ما هو، أو إذا عدلت عليه بطريقة
مناسبة بدون ما تخربط فيها، فحيكون الموضوع جيد وتاخذ علامة عالية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. هذا الموضوع حبيت اكتب عنه، كان في مواضيع تانية يعني وصلتني تعليقات تانية عن مواضيع تانية، بس نقيت هذا الموضوع بالذات لانه كتير شفت الطلاب عم تجيها هيك مواضيع، انه شخص بده ينتقل لمدينة جديدة، بده نصائح، بده يعرف شي عن المدينة، انه بنفس هذا السياق اللي احنا كتبنا فيه. فهذا الموضوع مهم، في حال اجاكم احنا كتبنا عنه، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا وما تتلبكوا بهيك نوع من المواضيع. اتركوا لي تعليقات اذا كان في عندكم اي نوع من الفيديوهات اي نوع من الفيديوهات حابين نكتبها، اي نوع من المواضيع حابين تشوفوها بفيديوهاتنا، يا ريت تتركوا لنا تعليق. يمكن طولت عليكم شوي بس سامحوني. كان هذا هو الفيديو، بتمنى انكم انبسطتوا واستمتعتوا فيه. حطونا متابعة وسلامات. لا لا لا، شكلي عم خبص اليوم من هون بعدين هيك.